منهن لهن ولكن، تحية معطرة بالفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وعسلامة أبو ثينة. يا هلا بأسماء، يا هلا مشاهدينا. طبعا من خلال استضافتنا لأهل الاختصاص في هذه الحلقة سنناقش مواضيع عدة في السياسة والصحة والموضة، كلها طبعا تختص بالمرأة. وفي أولى فقراتنا لهذه الحلقة موضتهن، وموضوعنا أسماء أولادنا التي نختارها، إلى أي مدى تخضع هذه الأسماء لمفهوم الموضة؟ لكن قبل أن نبدأ خلينا نلقي نظرة سريعة كالعادة على مضمون حلقتنا. مواكبة الموضة، فعلا الأسامي صارت على الموضة مثل اللبس والسيارات والألوان، وهذا ما أحس هو المعيار الصح. العلاقة العاطفية لما تكون في علاقة عاطفية داخل الأسرة، ولما يكون في معناها ود وفي تعاطف وفي تفهم وفي حوار إلى غير ذلك، هذا يمتن العلاقات الأسرية. كل النظام السياسي اللبناني واقع في هذه المشكلة. في أغلب المناصب السياسية يحل الابن محل أبيه، إن كان برئاسة حزب أو النسيب يأتي محل قائد حزب، يأتي نسيبه. أنا كمرأة خاضعة بما معنى الخضوع أنه احترام، بما معنى أنه أخذ بالرأي، بما معنى أنه بحس الرجل هو الدعم، هو السند، هو الحماية، هو بي ولادي، هو زوجي، هو الحنان، هو العطف. ما هي أبرز المعايير التي على أساسها ينتقي الآباء أسماء أبنائهم؟ المعايير اللي ينتقون فيها الآباء أسماء لأبنائهم تختلف من منطقة لمنطقة، تختلف من بيئة لبيئة، تختلف من زمن لزمن. أول شيء الاسم، هو ما هو الاسم؟ الاسم هو رمز أو دلالة لفظية للشخص أو للتعبير عن الشخص نفسه. فانتقاء الاسم بناء على معيار معين، ما يوجد معيار معين، لكن يختلف من مكان لمكان مثل ما قلنا، من زمن لزمن، من بيئة لبيئة. العلاقة الجنسية أو العملية الجنسية هي عملية كيميائية تبدأ من الإثارة وتحفيز، تتحول من شيء بصري أو سمعي إلى شيء عملي، إلى أن تترجم في خلايا الدماغ إلى مؤثرات وموصلات كيميائية. الموصلات الكيميائية توصل إلى هو التارجت أو الهدف اللي هو الأعضاء التناسلية. مثلا إذا كانت، طيب هل تراجع أو يعني تأثر العلاقة الجنسية دكتورة فتحية يؤدي إلى تراجع في العاطفة أيضا؟ هل بالضرورة؟ مش بالضرورة، بحسب لكن إذا كان يزيد بالضرورة. التوتر مثل ما قلتي، نجم يزيد التوتر، معناها مش بالضرورة، لأنه الحياة هي الحياة الزوجية بشكل عام والحياة العاطفية معناها مركبة كثير، وفيها معناها أشياء معناها كثيرة اللي ممكن هي اللي تأثر. لما مثلا بقطع نظر على العلاقات الجنسية، لما مثلا الزوجة تحس بنفسها غير مثمنة في بيتها. الناخبة المرأة كما الناخب الرجل منساقان لخيارات تقليدية لسوء الحظ في أغلب الأحيان. لا يجوز أن نعمم، ولكن السلوك المهيمن في لبنان هو الانسياق وراء الخطاب المذهبي والطائفي والشعور بأن الهوية مهددة، لذلك يطفو على سطح السلوك الذكوري، ولذلك تهمش المرأة. ودكتورة فادية كيوان، يعني للأسف الوقت معك قصير، وكنا نود أن نستزيد منك أكثر. أنت منحازة بشكل إيجابي للمرأة وهذا يعطي تفاؤل رائع. شكرا لوجودك معنا اليوم. ومشاهدينا، ضيفة إضاءات لهذه الليلة هي ممثلة لبنانية سطع نجمها في السنوات الأخيرة بسبب عفويتها وتمرسها بأداء أدوار مركبة وأيضا قربها من الجمهور. هذاك علاش نقول لكم ما تمشيوش بعيد، بعد الفاصل سنستقبل النجمة نادين الراسي.